إيمان إزايك؟ إزايك أهلا وسهلا. الأول احكي لي تفاصيل الأوتفيت الرهيب بالدرس والجوليري كل حاجة. فستاني هنا داغر، شعري إسلام بشير، مكياجي محمد إسماعيل. طيب قولي لي، لو بتحضري مهرجان زي اللي احنا فيه دلوقتي ده أو عندك إيفانت كبير، ايه اللون اللي انت لو لابساه دايما هتبقي واثقه في نفسك ومرتاحه وحاسه يلوك؟ الاسود والاخضر. يا لهوي، احلى حاجه في الالوان يعني بعد الاسود. طيب ابيض كمان، قول ابيض. اوكي طيب، مهرجان زي النهارده التصويت فيه بيكون تصويت الجمهور ومش الجمهور ومش الجمهور المصري بس، او مش الجمهور المصري اصلا، الجمهور العربي. طيب قولي لي، لو انت في لجنه التحكيم تقدري، ولو انت ما كنتيش ممثله تقدري او تدي مين جايزه احسن ممثل عموما ولا عن 2020؟ لا كتير قوي، حرام، بمنتهى الامانه كتير، والله العظيم، والله مش بقول اي كلام. لا يعني انا هقول لك حاجه، بما اني كنت السنه اللي فاتت في رمضان قاعده في البيت بتفرج على حاجات كتير، يعني لا في كتير قوي 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 قوي، يعني محمد رمضان كان هايل، أمير كرارة، يا نهار أبيض على مسلسل اختيار، مسلسل اختيار، كريم فهمي وياسمين عبد العزيز. لا مسلسل اختيار ده بس اللي نقعد نتكلم عنه كتير 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 كتير، أتكلم عن مين ولا مين ولا مين، محمد إمام ولا دياب ولا كل ضيوف الشرف اللي هم يتعامل بيهم فيلم في كل حلقة طلعوا فيه، أمير كرارة، كل النجوم الجديدة، بيتر ميمي. لا لا مسلسل يعني قوي وللتاريخ، وصعب يبقى مسلسلات تعيش للتاريخ، دي حصلت زمان ونادر لما بتحصل دلوقتي. مسلسل اختيار يعني بنتي كانت بنتي صغيره، لا كان مؤثر فيها جدا، يعني هو فعلا اثر في ناس كتير جدا، في اطفال كتير جدا تاثروا بيه. طيب هنلعب بقى شويه. لا ما تخافيش والله، لا دي حاجه تافهه جدا. لا والله والله، لا لو مش هتقدري تعمليها يبقى هتعملي حكم من حكمين. يبقى تعملي حكم من الحكمين. مش حبا في نفسي بس قمر في صورة البطاقة. يبقى هتختاري حكم من حكمين. لا ما في حكم من حكمين. اختاري واحدة. لا مستحيل. ثانية، هي دي أصلا كنت قصدي عليها. في يوم وليلة سفرها ازاي؟ اصل ايه الهوي؟ لا ما اقدرش. في يوم وليلة ليلة نقنا حلاوة الحب كله، انا اسفة لكل جمهور الست اللي هو ما اعداد مهولة يعني، انها لله. اخر حاجة بقى، بصي للكاميرا. لا ما تقلقيش، بصي للكاميرا هنا، ادي بصة لعشرين عشرين. بتحبيها قوي؟ طبعا الحمد لله ربنا كرمني فيها. الحمد لله، لا ما كانتش وحشه خالص، كانت فيها وحش بس كان الحلو بيعوض الحمد لله. شكرا.